حميد بكثرة لومني يا حبيب. الله يرضى عليك، عيش لومني بقى. خلص الماضي راح، مش أنا قتلت خيي، إني قتلوه، قتلوه وقتلوني معه. أمك الله يرحمها ماتت. آخر كلمة كان بدي أسمعها منها إنها مش لامة، راحت هي وعم تلومني. بابا بدي اياك تزور لبنان وتروح على الضيعة، تاخد روحي معك وتعطيها لرمزي. يا ريت ترجعي لي، يا ريت. عشر ايام حلوه بالنهر قبل الحرب، تتذكرها يا حبيبي؟ تتذكر الايام الحلوه؟ وين كنا وين صرنا؟ مطرح ما نروح نلاقي الأفضل والمعقول، معرفنا بحسنا لبنان صعب نلاقي بهالأكوان. نسينا إنه هيدي الأرض محل الحضارة، استاذ حميد. ايه تفضل استاذ. الحمد لله على سلامته. ايه
بدك نتعني؟ هاي أنا حميد ابن خيا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا بحميد. كيفك خلينا نشوف. I never really paid any attention to the beauty of my village when I was a little boy. There was no reason for it. It was just here and I was happy being here until the killing started and we had to escape to Canada. كيفك جدو؟ أهلين أهلين. شو؟ تاكل بندورة؟ تفضل. ثانك يو. شكرا. شو في غير البندورة؟ في بتشوف ايش في بالجنينة. كيفو بيك؟ أنا مفكر يجي مشوار. ما بعرف والله جدو ما بعرف. Asshole. فشل فشل. يظهر بن كاشي جاي شلوش الكي من هنيك فبن كاشي القطع شلك فر خوضه بدل ما يروحوا طعامته ذكروا انت شايفوا هذا الطعام هون شوف مبين يفر هو كل الطعام هون. You need female وmale يزبط. أيوة. مثل الإنسان يعني مثل الرجل والمرأة. مثل. بس هادي إذا زيادة الفيميلز في زيادة أو الميلز ما بتفرق. كيف؟ إذا في الفيميل زيادة شو بيصير؟ يعني بده يكون في بيناتهم تقريبا اثنين واثنين. أربعة أنثى واحد ذكر بيكفي. إيه هيك منيح كتير. فبدون ما الزهر لك.
It was my grandfather who found Ramsey's mutilated body dumped over the edge of the road. I remember my grandfather weeping in anger and refusing to give Ramsey's body to my father, cursing him for being in a militia fighting in a civil war and blaming him for his death. That was the last time my father ever spoke to my grandfather. I'm finding it difficult to tell my grandfather that his son is dead. If I do, I would be opening up new wounds and make my grandfather weep. So instead, I'll whisper my father's love and sorrow to the trees, the flowers, and the earth in my grandfather's garden, and leave it at that. Always believing that my grandfather never had a doubt that his son loved him. تحب سكر؟ بليز اوكي تفضل كم ملعقة بتحب سكر؟ ملعقة وحدة خليهم اثنين اوكي يا جار هلا اوكي ويلكم تو لبنان ثانك يو ثانك يو صحتين أسبوع بس؟ يا ما عندي غير أسبوع بس ما بتلحقت عن شي بأسبوع عندي مشوار على الأردن عندي أصحاب بدي أتلاقي معهم بدنا نعمل هايكينج بجوردن وبعدين قبل ما أروح حابب أطلع على الجبل على السنابر وقتلا كنا أولاد أنا وخيي وبيي بتذكر كنا نبرم على الكريسمس تري الأحسن وحدة حابب اطلع اشوف المناظر كيف تغيرت بهالوقت الطويل و you know. بس يمكن صار كله سنديان الطريق وشوك ما فيك تطلع اتس اوكي okay. انا عندي اكسبيرينس كثير بس يمكن اطلب منكم مشاري تنظف الطريق شوي قدامي بس مشاري شو انت بالمكسيك لازم نقول له البي يعطيه فرد احسن شيء لا يطلع له شيء حيوانات مفترسه او شيء ضبع اي معقول it'll be okay you know I don't need a gun now hey good luck thank you بس قلت بتعرف تحكي عربي منيح نحن ما بنعرف نحكي قده شفت ايه شكرا ايه انا بحب احكي عربي قد ما فيي بالبيت هنيك على طول بيي وامي كانوا يحكوا معي بالعربي
وهان خيك يا عمي، صح وهان خيك. Sorry it took so long to come back. Never forgot you. Always thinking about you. You saved my life. And you'll always be our hero. And I will always love you. I'll see you again before I go. الله يرحمه يا عم، الله يرحمه. Why did you come back? After my wife died in Sydney, I retired. I just couldn't live there anymore. I came back to visit your grandparents and spend some time with them. I met a good woman, got married, and became addicted to this crazy, wacky country. It rejuvenated me. Hamid, in 1975, I got you all a visa to go to Australia, but your father refused to leave Lebanon. He was already involved in a militia fighting other militias. I'm sorry, I tried. I really did. I remember when I was 10 years old, a few months after we arrived in Canada, I asked my father if he knew who killed Ramsey. He got very angry, as if he wanted to hit me. And he said, don't ever ask this question again. My mother came out of the kitchen screaming and said, you are responsible for his death. Very quietly, without a word, he opened the door and he left. For 3 days, we didn't see him. He just wandered the streets of Toronto. And after that, we never talked about it again. And my parents became like shadows, full of sorrow and anger, and until the day they died. Being here with my uncle made me realize how much I missed being with my own. My only connection with my father and mother was linked to a tragedy that none of us spoke of. I can still hear the wailing of my mother and the cries of my father as my brother's coffin was placed in the vault. I can still hear the slamming of the steel door shutting behind my brother and the machine guns firing in the air by men who were calling for revenge. We'll be right back.
مرحبا ابو فيصل. اهلا اهلا وسهلا. كيف كل انت؟ كيف ابو فيصل؟ الله يسلمك. كيفك انت؟ كيف البنوش عندك اليوم؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ بدنا شي اثنين حلوين من ايدك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ملا معروف. بدي اعرفك على ابن خيي من كندا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. كيفكم؟ كيفك انت؟ الحمد لله. مين هي هاي رقصت معي؟ هاي ده ليلى. ليلى the Jeep girl. اوكي. حلوة معك؟ حلوة ايه؟ yeah. بس هي ساكنة هون ما هيك؟ ايه ساكنة هون بالضايعة. بتحب تشوفها؟ No, it's okay. بس هي كمان أصغر مني بكتير. هي عمرها 35 سنة وما عندها عرسين ناطرين بها العمر. مين عم يحكي على الجواز؟ وعش عم بتفكر أنت؟ ماشي ما عم فكر بشي. أنا بس حبيت أعرف بس. ماشي؟ ماشي. My uncle insisted on taking me to have coffee with Layla's father. He said he saw sparks in my eyes when I asked about her and wanted to meet her again. He said it was a tradition, respect for the family, to get the permission of the father before meeting his daughter. He warned me to be ready for questions from Layla's father about what I did in Canada. Told him I would tell the truth, that I was a small contractor, more like a handyman. Azar! He said, no, I'll leave that part to me to answer. Ya Azar! Ya Azar! Azar! Let's go, ma fi hada hon. Hala ma la hawan, hala biji. Yalla ya ammi, ma fi hada, let's go. Look at out, 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 la hawan. Azar! Walla ma fi hada, let's go. La tizza, ma la hada ya awsak. Kifak ya fuir? اشبيك بتعيط وعايط الجيري كلها سوا؟ بدنا نجي نشوفك. كيف احوالك؟ كيفك انت؟ تكون ابن خيي جورج. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اسم الله اسم الله. اهلا وسهلا فيك. شاب حلو ها؟ ايه ايه. رحت نشرب فنجان قهوه. ايه 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 ايه. بدي احكيك كلمه قبل ما نفوت. شو خايف؟ خير ان شاء الله. ان شاء الله. حميد حابب يتعرف على ليلى. شايفه بالعرس امبارح وبحب يتعرف عليا. خليني احكي بعضهم بس. بس احترام لك انت بدنا نسالك بالاول. بدش باقي هون حميد؟ شي جمعه بس. ولاش تحكي مع بنتي وقعد هون جمعه؟ شو يا حميد؟ هاي. عائلتك منرفز بك شي؟ No, I'm okay. You're okay? Good, good. I want you to be okay. كيف العربي معك؟ تحكي عربي منيح؟ ماشي الحال. ماشي الحال. عمك فؤاد قال لي انه انت حابب تشوف ليلى. صح. وانا بدي اقول لك شيء لازم تفهمه. كل عمري كنت احترم فؤاد وبالحقيقة جورج كان من اعز اصحابي. فاللي بدي منك انه تكون تحترم ليلى. وإذا صار نصيب أنا ما عندي أي مانع، بس القرار النهائي بده يكون لإلا. أوكي. ها؟ يلا تعود تعود يا فؤاد. تعود نحكي شوي. إن شاء الله خير. Everything good. لحد هلا ما بعرف شيء عن حميد وشو بتشتغل هون؟ بيعمر بنايات. بيعمر بنايات. والله بنايات كبيرة صغيرة. يعني بنايات كبيرة. وداش كم عندك بنية عم تشتغل عليها؟ في شي خمسة. اه خمسة ستة. داش يعني داش كبار تاورز يما؟ ايه تاورز عالين. كبار والله والله. يخزل عين منيح يعني شغلك منيح. شغلي تمام. شغله كتير منيح. ايه شغله منيح كتير. ايه شغله منيح منيح منيح. كم عندك شغيل؟ جاي انت نشرب قهوة عندك هلا. ليلى يا ليلى
عم تعملي لنا فنجان قهوة، اوكي؟ جود مورنينج عمو فؤاد. صباح الخير ليلى. عندنا بإسرائيل في 3 سيسترز هنيك، كانوا 3 بنات وجي واحد غضب علينا وعملوا صخر. داش عمرهم هالسستر هادي بيقول عمرهم شي 50. ليش جيت لعنا اليوم؟ جيت اشرب قهوة معكم. ايه اهلا وسهلا. ثانك يو. دخلك عن شو عم يحكوا برا؟ برا عن construction. construction؟ انه يا بناية طويلة. اوكي. انت شامرك؟ عمري 34 وانا اصغر منك. امبارح رقصك كان كتير حلو. امبارح راح مع امبارح. مين علمك الرقص؟ بدك تعريف؟ سوري. It's okay. Don't worry about it. أمي كل عمرك حلوة، حتضلي حلوة، حضل حدك. ما رح اتركك يا امي. بحبك يا امي. امي هي اللي علمتني الرقص. ما كانت ترقص الا البي. حمص السلطان، ساشيمي. نايس فيش. خبز سلطان، فتوش، سلاد لبناني، سلاد كراب. صحتين. مرسي. Cheers.
ليلى. I'm in love with you. هيك؟ خبط لزر؟ حبيت أقول لك هيك قبل ما أكبر بالعمر كثير. ليك أنا كنت عم أمزح معك وقتها، قلت لك إنه أنت أكبر مني، بس بصراحة العمر ما له دخل. I understand. حميد، أنت شفت وضع أمي كيف؟ أنا أخواتي سافروا كلهم على أستراليا، ضليت أنا هون وحدة تعتني فيها. أنا أمي قبل ما يصير معها جلطة كنت حب حدا، كنا كتير مغرومين ببعض، بس وقتها شاف هالشي صار مع أمي وعرف إنه أمي ما بتنترك لحالها تركني وفعل. أنا وقت شفتك مع أمك بلشت حبك. أنا في حياتي ما انغرمت في حدا، حتى ما عرفت شو معنات الحب إلا وقت تعرفت عليك. أنا كنت خايف حب حدا لأنه كنت خوف اخسرهم، بس معك ما عندي هالخوف. أنا حابب أكون جزء من حياتك. Yeah.
6000 سنة. 6000 سنة حدا زرعهم من 6000 سنة. مظبوط. هذا الجبل، هذا بيي كان يقول له جبل بثلاث عينين. كنا أنا وخيي وبيي نطلع نجيب الكريسماس تري بالباين فورست تحت العينين أو بالثري آيز. بيي كان يحمل الكريسماس تري ونحن أولاد كنا وراه. I remember, yeah. كان يعمل حلو خايف لأنه العين بتفتح أول عين، وكان يقول لازم نوصل على البيت قبل ما يفتحوا العينين كلهم، يخوفنا تنروح نمشي بسرعة. So كنا نمسك الشجرة وهو يجرنا. I remember, yeah. أنا بكرة بدي أطلع لهونيك، بدي اطلع على الطريق اللي كنا ناخدها من بيت القديم جد جدي. كنا نطلع من هونيك. And I remember that road, I think. I promise I'll come back قبل ما الماونتن يفتح عيني. Will you promise to dance with me when I come back? هلا اول شيء انتبه لي على حالك while you're hiking. اوكي. This is the house with the movable wall made of white sheets that separated my grandfather's family from his brother's family. My father said that the movable wall kept on moving back and forth depending on the number of kids each had at the time. My grandfather eventually ended up with a little bigger portion of the house because he had 9 kids, while his brother had only 7. He told me that his happiest memories were of the nights that he used to crawl under the sheets to be with his cousins on the other side. He said if you listen closely, you might hear the giggles and laughter of little kids echoed by the mountain nearby.
This is the prehistoric cave where my father and his men took refuge when the bombing was taking place from the other side of the valley. He said if I ever looked closely, I might still find his initials on one of the walls. In Canada, my father made it a point to tell anyone who listened that his ancestors were Phoenicians who created the alphabet and built the first ship and sailed the world. His bragging about the past made me uncomfortable because I knew, as most of the people who listened to him, that he was hiding behind the old glories while his Lebanon was going to hell. How the hell do I get there? I should have listened to the twins. Am I crazy to think you're watching me with your three big eyes? Those eyes are like eyes in a painting following me around. Are you trying to tell me something? Why do I have the sense that something is not right? What is it? Thank you.
الو ايه هاي عمو فؤاد كيفك منيح ايه حكيني قال لي انه طالع هايكينج ليش في شي أمي 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 انت خليتي ياخذوا روحي جيبي انت خليتي ياخذوا خليتي ياخذوا انت
this forest is not as welcoming as I remember it, Dad. How many people did you kill in the war, Dad? Did you kill little children? Did you plant landmines? Did you plant this one? I hate you. I hate you. I hate your country that you forced me to love. I hate you. How many people have you watched die here? 35 years. You must have seen a lot. Am I gonna die here? Am I gonna be victim of the same war? Hamid! Hello? 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 Oh!
يلا Where's Ramsey? Where's Ramsey? Ramsey! The mountain. Hamid. I will only dance for you. طيب خيي كيفك؟ عانت فيك انت انا معك. لايك وين صوت يا رمزي؟ هلا صار بدي اعيش. بدي اعيش. لإلك. ولأمي. لبيي بدي حب
بدي أضحك، بدي أضحك من قلبي. بي مات والدمعة بعينه، ناطرني تأحكي كلمة، غمض عيناي، مات وأنا ما قلت ولا كلمة. بي كان ضحية الحرب، البلد كله ضحايا، لبنان ضحية، كيفين الضحايا؟ Thank you.
مطرح ما نروح نلاقي الأفضل والمعقول معرفنا بحسنك لبنان صعب نلاقي بهالقد.